في أضخم حدث ترفيهي تشهده منطقة الشرق الأوسط، انطلق مهرجان مدينة العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين، حيث بدأت فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية، ويضم المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والرياضية. انطلاقة سياحية بمدينة العالمين الجديدة تمثلت في مهرجان العالمين الذي يعد الأضخم في مصر والشرق الأوسط، والذي تستمر فعالياته إلى 26 من الشهر القادم. في بروجرام قوي جدا وكالندر اوف ايفنتس قوية جدا بتشمل كثير من الفنانين المصريين وغيرهم، يعني بحفلات كبيرة ولها صدى إن شاء الله هيبقى كبير ومتنوعة، يعني برضو حاجات اللي الشباب بيحبوها، حاجات اللي في سننا احنا بنحبها، فكل الفنانين لكل الفئات العمرية المختلفة هتلاقي بقى كل البروجرام موجود لهم يستمتعوا بالمهرجان. فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ضمن فعاليات المهرجان ليحقق المعادلة في جمع أنواع الأنشطة المختلفة للترويج للمنطقة دوليا. جو لذيذ جدا والدنيا لذيذة جدا، وحاسس ان احنا جايين نتفرج على فعلا حاجة جديدة ما حصلتش قبل كده، يعني ما شو يعني لسه بدأنا نشوف التاج بول، بقالنا كام سنة في مصر ما انتشرتش قوي، بس فرصة حلوة برضه احنا نجرب حاجة جديدة ونلعب بطولة على البحر وكده، يعني أجواء حلوة. أنا مبسوط بصراحة في العالمين، يعني أنا النهاردة شايف ناس من جنسيات كتير، يعني في ناس أجانب كتير. يبرز المهرجان حقيقة ما قامت به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهد قياسية لمدينة العالمين لتتحول إلى أكبر مقصد سياحي على شاطئ البحر المتوسط. يعتبر مهرجان العالمين واحدا من أضخم المهرجانات في مصر والشرق الأوسط، والذي نجح في جمع العديد من الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية أو استعراضية لتروج للمنطقة سياحيا. من العالمين الجديدة، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.